دي واحدة الصورة منهم. اللي بعدها دنيا سمير غانم. دنيا، أنا بحب دنيا بشكل لأنه بشوف نفسي فيها. معرفش هل المصطلح اللي أنا قلته دلوقتي هيبقى مسموح ليا إن أنا أقوله ولا لأ، لأنه أنا ناس كتير قوي 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 لما بتشوفني، يعني أنا مثلا لما تسأليني دلوقتي أنت مين الفنان الكوميدي اللي أنت نفسك تشتغلي معاه، مش هقول لك راجل، أنا هقول لك دنيا. يعني دنيا من الناس اللي انا نفسي اشتغل هتشتغلي معاها، معاها لان وبلاقي نفسي مش فيها، لان هي ناس كتير يقولوا لي انت لازم تاخدي فرص زي اللي دنيا بتاخدها، لان انت فيكي حاجه يعني تقدري تعملي نفس الحاجات اللي هي بتعملها. وحاسه ان احنا لو اشتغلنا مع بعض هنغزل مع بعض حلوه قوي، لانه انا عندي حته التقمص دي وهي دنيا برضو عندها موجوده. انا بغني هي بتغني، هي انا برقص هي برضو، يعني فاهمه قصدي ايه؟ فبحس انه ممكن جدا لو انا اشتغلت معاها نغزل مع بعض بطريقه حلوه.